فضيلة الشيخ، تكلم أحد الدعاة عن عذاب النار في الآخرة ثم قال إن هذا الحكم القاسي من حكم الله، فهل يجوز مثل هذا الكلام؟ إن كان القاسي من باب الذم فلا يجوز، لكن لو قال هذا العذاب الشديد، لو قال العذاب الشديد أو العذاب الأليم كما ذكر الله فلا بأس. كلمة القاسي فيها احتمال أن هذا انتقاد لحكم الله عز وجل ووصفه بالقسوة كما يقوله أهل الضلال، أن أحكام الشريعة فيها وحشية وفيها قسوة. فإذا كان هذا مراده هذا لا يجوز. أما إذا كان مراده أن عذاب الآخرة شديد وأنه غليظ وعظيم فلا بأس بذلك، والله وصف عذاب الآخرة بأنه شديد وأنه غليظ وأنه عظيم وأنه أليم. نعم، ولم يصفه بالقسوة. نعم.